بالعقود بدأت الآن حملة إعلامية. طبعا الحملة الإعلامية كان هدفها ليس فقط إشهار منظمة جي إف سي بل إشهار أبطال ونجوم هذا الحدث. الحملة الإعلامية كان فيها يعني تفرعنا فيها كثر ما نقدر، كنا نحاول نغطي جميع المجالات الإعلامية. طبعا بدأنا صالح لو تذكر بالشاشات الموجودة بشوارع بكل مناطق الكويت، ونزل إعلان جي إف سي في جميع الصحف المحلية دولة الكويت، واستخدمنا المواقع التواصل الاجتماعي. نعم طبعا احنا محضرين تقرير يوضح تفاصيل الحملة الإعلامية بشكل مفصل علشان تعرفوا تتخيلوا الحملة الإعلامية اللي صارت في جي إف سي 2. خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير. طبعا نفس ما شفنا في التقرير كانت الحملة الإعلامية حملة ضخمة جدا، ولكن هذا ما راح يكمل إلا بوجود شريك إعلامي، وإحنا بالتالي نشكر قناة الراي أو تلفزيون الراي اللي تبنانا وتبنى هذا العمل الشبابي من خلال طاقم العمل الكامل اللي دعمنا سواء في البطولة أو في هذا البرنامج، وهذا يدل على اهتمامهم أصلا في الشباب وتبنيهم لمثل هذه الألعاب. طبعا خلال اللقاء الصحفي الثاني سوينا ميزان تجريبي، وهذا الشيء غير متعارف فيه في المنظمات العالمية الأخرى. احنا سوينا هالشيء عشان نحسس اللاعبين المحليين بأهمية هذا الميزان، لأن أي لاعب كان يوم البطولة وزنه زايد كان يعتبر منسحب. وفعلا هذه كانت طبعا خطوة جديدة احنا ابتكرناها واتت بمفعول جدا مهم، لانه احنا شفنا في بعض اللاعبين كان عندهم اختلاف في الاوزان قبل البطولة باسبوع، والحمد لله احنا اكتشفنا هذا الموضوع قبل البطولة باسبوع، وبالتالي كان في مجال عند اي واحد انه ينزل وزنه. خلينا نشوف المؤتمر الصحفي الثاني من خلال هذا التقرير. نفس ما شفنا في المؤتمر الصحفي الثاني اللي صار فيه الميزان التجريبي، طبعا كان الحمد لله ناجح وداركنا جميع الأوزان اللي كانت متجاوزة. راح نتابع الآن في آخر اللحظات الحاسمة اللي هي قبل البطولة بيوم، ويوم البطولة راح نرجع نتابع معاكم باقي فقراتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. عودة معكم أعزائي المشاهدين، الآن صارت اللحظات الحاسمة، لحظة البطولة. طبعاً كان قبل البطولة بليلة اللي هي الميزان الرسمي اللي تم فيه قياس وزن اللاعبين بشكل رسمي. طبعاً توافدت الوفود سعود وإجا لجنة التحكيم وكلمنا عن هذا اليوم. طبعاً لاحظنا بهاليوم كثير من اللاعبين حاول يستفز أو مو يستفز أو يحط الخوف بخصمه من خلال ابتسامة استهزائية أو حركة معينة، وصد لاحظت أن في لاعبين فعلا تأثروا بالحركات صالح. طبعا هو هذا فلسفة أو أسلوب بيستخدمه اللاعبين، في هذا موجود في عالم الاحتراف. طبعا هذا لا يمنع، احنا بنحب ننبه على هذا الموضوع، لا يمنع أنه في أخوة وفي روح رياضية، ولكن هذا كل خصم بيحاول أنه يتلاعب في نفسية الخصم في خصمه، وبالتالي من خلال يا ابتسامات يا من خلال نظرات حادة، نظرات
فيها ثقة. خلينا نشوف هذا التقرير عشان تشوفوا إيش اللي صار وتصريح بعض اللاعبين بثقتهم بالفوز. نطلع على هذا التقرير ونرجع مرة تانية نواصل. المشاركة كانت بوينت جي اف سي ومتحدي كابتن احمد حياتي اللي هو حامل اللقب، وباذن الله اللقب راح يكون لي انا ان شاء الله. وصلت اليوم من السعوديه، ان شاء الله راح تشوفني على قناه راي ونحقق البطوله. والآن حانت اللحظة الحاسمة، لحظة البطولة في الليلة اللي كان ينتظرها عشاق الفنون القتالية في الوطن العربي والأخص في الكويت. طبعاً تجمعوا اللاعبين 12 نزال من أقوى النزالات شهدها الوطن العربي في مجال الفنون القتالية. من خلال 12 نزال كان في 9 نزالات لفئة المحترفين اللي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، وثلاث نزالات لفئة المحاربين. من هذه الثلاث نزالات كان النزال الناري المنتظر على لقب المحارب بين البطل أحمد إبراهيم الملقب بالشهاب والبطل الأمريكي جي جي أمبروس الملقب بسوبرمان. طبعاً كانت ليلة جداً حماسية. أنا حابب أنه نطلع نوريكم بس شيء تشويقي من اللي راح يعرض غداً إن شاء الله الساعة 6 مساءً على تلفزيون الراي في بطولة جي أف سي 2. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع مرة ثانية للاستوديو. هذا التقرير مكافي، بوريكم تقرير يبين لكم كل لاعب المشارك في هذه البطولة. تابعوا معنا هذا التقرير.
طبعا بعد ما عرفتوا مين هم المشاركين احب اذكركم انه غدا حصريا على قناة الراي راح تشوفوا الاكشن، راح تشوفوا الاثارة، راح تشوفوا القوة، راح تشوفوا الحماس في 12 نزال ناري في جي اف سي 2 الساعة 6 مساء على توقيت الكويت على تلفزيون الراي. انصح الجميع انه يكون قدام الشاشة ويتابعنا، بالاضافة لانه احنا في كل اسبوع من حلقة من حلقات برنامج جي اف سي راح نستعرض مباراة مباراة، فطبعا الاسبوع القادم ان شاء الله راح نستعرض النزال الاول اللي بين فواز فرنانديز ومحمد علي وندخل في تفاصيله ونعرض لكم بعض اللقطات والامور اللي خلف الكواليس اللي ما شفتوها في البطولة. اعزائي المشاهدين طبعا الان وصلنا الى ختام فقراتنا، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا في برنامجكم برنامج جي اف سي. احب اذكركم اللي يحب يتواصل معنا او يعرف عنا معلومات من خلال موقعنا www.gfc-mma.com او اللي يحب يرسل لنا بعض التعليقات او الملاحظات على التويتر @wawanprotein او يحب يشوف بروفايلنا على الفيسبوك من خلال gfc.mma. طبعا احنا راح ننزل سيل من الصور عن البطولة طبعا بعد عرضها ان شاء الله في يوم السبت على الانستغرام @gfc.mma. الله يعطيكم العافية ونشكر متابعتكم. الله يعطيك العافية سعود. الله يعافيك صالح، وحاب أشكر المشاهدين على متابعتهم لنا ونشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله.